المشكلة والشرعية اليوم انتقلت مشكلتها حتى لاتحاد الفلاحين. عبد المجيد الزهري يقول أنا الرئيس، أنا المنتخب، ولكن في المقابل شبه تمرد سار، يقال أنه بدعوة من الرئيس. كلام كبير قاعد يتقال في علاقة بالموضوع هذا، نسمعوا شنو تقال ونرجو نعلقوا في البلاتو من كلام تاع بن عياد اللي قال أنه عنده تفويض من سعيد لتنظيف اتحاد الفلاحة. هكا قال، نسمعوا الكلام ونرجع لكم للبلاتو. اليوم شفنا من الضروري أن باش نشوفوا الأسباب اللي خلت المنظمة نتاعنا بعيدة على جميع المشاهد. كان معناه صريح معنا وقال راهو رئيس المنظمة نتاعكم، مدام على المنظمة أنا لا أقبل أتعامل مع الفساد، مع السراق، مع كذا مع كذا، وهذا حديث ماذا بينا ما نعودوش. هو يقصد بكلام هذا يا رئيس الجمهورية في السيد عبد المجيد الزهر؟ نعم نعم، قلنا لما لا ما تلتحقش المنظمة نتاعنا مع بقية المنظمات الأخرى وبقية المجتمع المدني، وما تبقاش المنظمة نتاعنا منبوذة. لهنا وين تأكد أنه سيد الرئيس حرفيا يقول لي طهروا المنظمة، طهروا المنظمة في شخص رئيسها، وبلغت له بكل أمان. تهروا المنظمات، سقطوا رئيسها، ماذا بينا ما نعودوش اللي هو قال عليه راهو فاسد وسارق. ماني عودت لكم انا هو كو ما يسمع فينا حتى حد. والسيد اليوم سار هو رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزهر، متمسك بشرعيته وبين ظفرين، ويقول لك انا الرئيس، دعوه المجال للمجلس باش ينعقد الاتحادات الجهويه. انتو كثابت اليوم انه خور وعركه الشرعيه ما عادش ما بين النواب السابقين ورئيس الجمهورية، وصلت حتى للمنظمات، منظمة الاتحاد الفلاحين. برهان الكلام اللي قاله هذا السيد أنور نور الدين بن عياد، أعطيني العدد بالضبط. من الجمش يقول تيزي متفدليك يا برهان وتنوفي قيس سعيد، انت على خليه يعبر على رأيه. وعشرة باهي تشبيك زي دون محليك والله والله رفيق محليك الله على أخلاق والله الشخص تيزي من لعب البلاد مش تشرح تيزي من لعب والله ليه الشخص قديش وظريف وطريف وصادق واضح ليه ما نفس موم لديه بتاعت حتى اللهين. قال له الرئيس عيط لي قالوا ما نحبش نعود الكلام، قال له على الاخر سارق وفاسد وعليه وفاسد وانتم بتطهروا منظمتكم. فهمت يا اخي، انا مشيت لميت 8 من الناس طهر لي المنظمه بتاعي الرئيس وظهر لي تطهير بمعنى الطهور اللي عمل السيد هذايا، طهروها طهروها المنظمه. ليه سي جراف رد بالك يا رفيق، راهو عمركم سمعتوا تغيير على راس منظمه، على راس نادي، على راس اي حاجه مش من المرخرتين نتاعو، مش في اطار مؤتمر؟ لا عمركم سمعتوا بهذا ولا ما عرفش وقت من عليه ما كانش يصير هذا بالحق. يا ولدي ما كانش يصير، شنية عملوا وقتها مشكلة على الرابطة لا لا جمعية القضاء، الرابطة قاعدة تخدم على رواحها وقاعدة برئيسها وكذا. ما حتى التغيير مسيرة قانونية واضحة المعالم ويضبطها النظام الداخلي. كل عام اسماعيل السحباني الله غالب على راس اتحاد عام توس الشغل دخل المحاكمه وكذا في طار يا صحيح يا تلفيق الله اعلم التاريخ تو جاوب وقتها اضطروا حطوا سي عبد السلام جراد معناها استثنائيا حتى ثبته مؤتمر من بعد ما تبدلش معناها التبديل يتم عن طريق مؤتمر وبدل وعمل اللي تحب هاو بدل الرئيس هاو جميع اللي في الاتحاد مشاو معاه. لا علاش؟ على خاطر يقول لك تو وليت عندنا سابقه، احنا ولينا عايشين مرحلة اللا قانون. اعمل اللي تحب، ما عجبنيش رفيق غدوة جيت زياد يدزك بالواحد لا فما لا كونترا مع الديوان جديد لا كذا. زياد هاي اليوم انا هو الرحمات مع السير مرافق مشتاق والناس القالي شنية في اطار المشروعية في اطار تطهير الراف معك. علاش؟ خاطر الرفيق ما يعجبناش في ارائه، هي المعركة واضحة تو في هذا الكل. تلعب مجيد الزهر في رؤساء المنظمات الوطنية، خاطر عم مجيد الزهر محسوب على النهضة، بالتالي يلزم لنا نحيه الحكاية هذية. نحي مرحبا بيك ولا أحد مقدس، أما التزاما باللوائح متاع المنظمات. أعمل مؤتمر أخلق عندك الأغلبية، عندك الأغلبية طيحوا عم مجيد الزهر وجيب في عضو، أما معناها قالوا
عيط له الرئيس قال له اسمع برا طاهر خطره هذاك سارق وكذا سارق حتى توا سهل السرقه والحكايات هذه يصدها الرئيس في احاديث بربي بربي جوست معلومه ما يسالش خلينا ناكلوا سب احنا ابريتو واحد يخدم يحاول يكون عنده رساله مش نسربيه الشعب ماذا يريد على حكايه هالسارق ورمي العبيد راهو غازي الشواشي سارق وفاضل عبد الكافي سارق ومرت الجوفرنور بتاع البنك سنترال بارح هبطوا لها الوحود ولا تخدم عند البنك المركزي ولينا احنا موافقين عند البنك المركزي الليبي واشاعات واعلاميين تسربي في العباد راهو نذكر انه ذات يوم فما حكومه لم يصادق عليها الرئيس بتعلت انه فما خمسه وزراء فاسدين وينهم الخمسه اين القضاه اين القضاء فيهم اين قضياتهم بلوتو هذا هو السؤال وينك الاشاعات نتاع فاسدين ووقفنا الدوله راه وقفت الدوله يا برهان لحظه وشهره على خمسه ولا سته من الناس قيل انهم من افسد ما فما وشبهات الفساد حولهم حاجه كبيره برشا هاو طاحت الحكومات وتبدلت الدنيا واصلا ولا قضيه جبدت لهم لسامي هذاك من باب ذكر فان الذكرى تنفع واحدة. المؤمنين انا اللي قلقني خاطر الشعب يحب اليوم سارق اوكي يبي هات ما يدل انه سارق انها شعارات لتصفيه حسابات سياسيه نقطة ورجع للسطر اي انا يا خويا لا انخرط في هاتك اعراض العباد مهما كان مش قول لي سارق هات ما يثبت انه سارق سينو كان مش نحلو الباب هذا متاع سارق تتولي الاتهامات سهلة والناس الكل تخوض في عرض الناس الكل واحد كيما غازي الشواشي نعرفوه الناس الكل نعرفوا نظافة الرجل ونزاهة الرجل اليوم في ظل عركة سياسية يولي متهم بالسرقة قالوا متهم بالعراف سمسر في أرض العروس يورينا بالجد ورينا كانوا مسرسف علاش اليوم غازي الشواشي موش منوتي بالمنوت ويمشي شد الحبس ولكن على خلفية قضية صحيحة يورينا فيها أنه سيد سمسر واخذ عمولة وعكس المعمول به وكذا رفيق أحسن دليل في البلاتو هذا وعنا فساد معناتها عنا نائب سابق وكذا ويقولوا عليه ولكن ما طردناش لين القضاء يثبت إلى حد الآن ما فهم حتى قضية ثابتة صحيح في الكومنتات يقول لك فاس يقول لك العب تاجر بالأراضي كذا دخل حتى ولكن أنا شعب القضاء وشكون شد القضاء الناصر صحيح إن شاء الله محمود البارح تدوينة على مرت الجوفرنور الحقيقة معناتها المرأة راهو ذو كفاءة علمية كبيرة المرأة راهي تخدم من قبل مع البنك المركزي ومن قبل والناس كل ماذا بهم يخدموا معاه نجيو بك الطريقة هذيك خاطر نحبوا نحيوا مروان العباسي يا اخي عيطوا العباد اللي ما تحبوش يخدم معاكم عيطوا له كيما في البلدان المتقدمه الكل اجا خويا راهو تنجم تنتهي المهمه نتاعك وامشي على روحك علاش نشوهوا العباد علاش نوسخوا العباد باش نبدلوه عندك جرأة برا نحي شو عندك جرأة برا نحي وعلاش اخي هو تو الرئيس باش يقيل جوفرنور تاع البنك سنترال محتاجه جرأة ليه يزي وعلى معناه لا عندك قانون عندك قانون استقلاليه البنك المركزي مكبل به استقلاليه في الاجراءات ولكن في التعيين اليوم يرجع الامر ديما للرئيس ولكن يا خويا عندك مشكله ما نبدا من ثم تبدا حاجه ممنهجه نحسوها الناس كل دارت على العباسي بيتي علت انه القرار لضرب الرئيس وضرب كذا هو كي تحط دوز اكسبير اليوم تختلف في الاراء فما اللي يقول لك اي انا معاه فما اللي يقول لك انا ضد خاطر البلاد اقتصاديا باركه وباش يزيد يوقف العجله انا كي لي اكسبير يتعاركوا نجي انا معناه قاري درج باش نناقش مع لي اكسبير دونك الراي يحتمل الاختلاف لا اليوم يخون العباسي يخون الرجل اللي معروف بنزاهته ومعروف انه يعمل اللي في راسه وما يحبش الاملاءات يحاول يدافع على الاقتصاد رجل نظيف اليوم يخون العباسي وتدخل مرته في بلاتوات وإعلاميين تهبط في ستاتويات علاش هذا علاش وين تحبوا تمشيوا بالبلاد هذا هو السؤال تعلق سونيا ونتعدى فقط أنا جلب انتباهي في التصريح متاع السيد هذا بن عياد يبدو لي اسمه نور الدين بن عياد سيت انونيم اي دونك السيد بن عياد راه قال حاجه سهله ياسر وتفسر كل شيء قال علاش احنا نقعدوا كمنظمه على جنب انا رئيس الجمهوريه قال لي طاهر قلت على الاقل نلتحقوا هو يحب يلتحق بركب ترينو رئيس الجمهورية ترينو يجبد 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 اسمع فاسد ما تطلعش سارق ما تطلعش أحكام صدرت عن رئاسة الجمهورية كيف الحكم يصدر ضد الناس من غير محاكمة من غير توجيه توجيه تهمة من غير أن يقع النظر فيه قضائيا من غير أن يصدر حكم بيت ونهائي رئيس الجمهورية صدر حكمه في السيد الزار هي فين انتهى الموضوع يجنحوه قال طهروا أنا طهرناه وشدينا بقعته وما فماش لإجراءات راه تنجم تعيب على بن علي كل شيء
الا احترام الشكليات الا احترام الشكليات. شوف راهو ليه كانوا فما عركات صحاح راهو في وقت بن علي كانوا فما عركات صحاح خاصه فيما يتعلق بالمنظمات. تجي مثلا انت في انتخابات الهيئه الوطنيه للمحامين والفروع المحامين كانوا فما ناس يمقتهم بن علي يمقتهم. اما اللعبه تصير مرلوطه ندخلوا ناس موالين للنظام يعملوا فوالا اخلقنا خليه المحامين التجمعيين باش يضربوا المحامين المستقلين. كانت لعبه في مستوى اخر وفي الاخر فما انتخابات نزيهة. اليوم ما فماش احنا في دولة اللا قانون اللي نحبوا نلعبوا له براسه ندزوه نقعدوا في بقعته. سؤال غير بريء، غدوة لو رئيس الجمهورية مثلا جاء المخي تو خاطر نحكيو على منظمة احنا ما مستقلة عيط اليعقوبي وقالوا مش عاجبني التبوبي اطلع انت ونعيط لك للحوار، في اي لحظة يضعف فيها نور الدين التبوبي نجم تتعمل الحكاية منها هذه؟ في اي لحظة يشتم انه نور الدين طبوبي ضعف داخل الاتحاد العام تونسي الشغل من ناحيه نفوذه ومن ناحيه قوته ينجم يعوضوه بالطريقه هذه؟ ينجم يصير مع الاتحاد هذا اذا كان خلينا الطريق في اتحاد الفلاحه بالطريقه هذيك وحلينا الطريق كذا اي عركه مش لهدرجة. في حاله ما مثلا وموازين قواه ودرجنيه نورمال. نعود بعد الفاصل مواصلين معكم في الكونسيليه في تونس الكبرى.